السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل الأصدقاء الغاليين، مساء السعادة، تحياتي لحضراتكم. إن شاء الله أكون معاكم في لايف لمدة ساعة بإذن الله. ويمكن إحنا أمس كنا هنعمل لايف، لكن يمكن ظروف، أنا كنت في سفر ورجعت متأخر، فده كان غصب عني. لكن إن شاء الله اليوم بإذن الله نكون في لايف وقوي جدا بإذن الله. خلينا بس نظبط الصوت الأول والناس تقول لنا أخبار الصوت إيه. الناس اللي معانا في اللايف تقول لنا إيه أخبار الصوت. الشباب اللي موجودين معانا في اللايف قول لنا إيه أخبار الصوت. طيب إحنا عندنا لايف قوي جدا النهاردة، ولايف يمكن إحنا أعلنا عنه، واللايف دلوقتي ما شاء الله هيبقى مولع نار، يعني أنا متأكد، لأني إحنا معانا قامة كبيرة جدا جدا جدا. معانا الرسام في العالم، يعني أفضل مدرب في العالم، أنا وجهة نظري أبطاله كلهم مميزين. نجم النجوم الرسام البرنس، نجم التدريب في العالم العربي في الشرق الأوسط في العالم كله، كابتن عبد الله العتيبي. نور يا عبد الله. شرفنا فيك حبيبي، وبعدين نشكرك على حسن الضيافة وعلى الاجتهاد منك، وانت شخص مجتهد جدا ومن احسن الشخصيات اللي انا اتابعهم. ربنا يحفظك يا حبيبي. انا عايز بس الاضاءة عندك عامة شوية بس عشان ايه؟ يعني احنا هناخد بقى لقطات من الحلقة ديت وننزلها على قنوات اليوتيوب. كابتن عبد الله، يعني اولا الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. الفوز اتاخر شويه، لكن جه في وقته وجه بعد عطش. انت عارف انت لما تبقى بص عطشان قوي وتشرب تحس ان انت ارتويت فعلا. يعني تخيل بقى انت النهارده لما الورداني بعد كل سلسله البطولات اللي لعبها، والورداني يعمل ماتش يعني بالجمال ده وبالسيمترية الجميله اللي احنا عارفين عن الورداني، لكن كان ينقصه الكونديشن العالي، كان ينقصه حاجات كتيره، الثقه، حاجات كتيره. لكن الورداني احنا متعودين على عزيمته وعلى اصراره وعلى تحديه، ومتعودين على ده. لكن خلينا بس بدايه كده، انت كمدرب عملت ايه مع الورداني كنفسيا؟ سيبك من التدريب والحاجات دي. قبل انا اكون مدرب الورداني، يعتبر اخو لي، يعني انا ما بيني وبين ولا تمرين. وانا يعني احمد الورداني من اول ايام حياته في البطولات، يوم شارك بطوله قطر، وهذا كنت اقول هذا اللاعب يوم من الايام راح يكون يعني رقم واحد العالم. احمد الورداني حصلت له ظروف، يعني الناس ما تدري شنو ظروف احمد، عنده ظروف صعبه، يعني ظروف وايد صعبه. انا يعني يمكن هو ما سمح لي اتكلم، بس انا يمكن راح اتكلم. عنده هو ظروف يمكن مالية، وهو تدري السفر إلى أمريكا وقاعدة وفندق وسفر أو مع شعبان، فهذه الأشياء تكلف أخوي. عشان كذي إن إحنا تعبنا في تجهيز كان صعب جدا، من أصعب التجهيزات. ويعني الحمد لله إحنا انتصرنا على الفشل، او ان انتصرنا على الخساره. كنا احنا اشتغلنا ثلاث بطولات، خلينا ثاني اول. فشوف ثلاث سنين، ثلاث فضيات وذهبيه، يعني هذا شيء ما يا من فراغ. صح، حقيقه. لكن النفسيه، ما انت عارف، يعني كان دايما السوشيال ميديا وفي ناس كثيره تبان للوردان انها بتحبه وحبايبه واصدقائه، لكن في الكواليس ناس كثيره طبعا، يعني لان الورداني بطل من زمان. وانت عارف لما ورداني يعني بطل عالم اكثر من مره، لما كانت بطولات العالم هي السيده على الساحه، ازاي تخرجتوا من النفسيه ديت وركزتوا الفتره اللي فاتت دي؟ يعني شوف، انت شفت بعينك ثلاث بطولات ورا بعض، الورداني تطور يعني مستمر. يعني هو عنده جينات قويه، ويمتلك عضلات كبيره، وهو يمتلك احسن فيزيك في فئه ال 212. يعني احمد يعني عنده امكانيه عظيمه، وعنده جسم يعني من الله، عنده جينيتك. فاحنا استثمرنا هذا الجسم في انجاز كبير. وانا قلت حق احمد، قلت له لا توقف، انت راح تاخذ شيء اكبر من ما تتوقعه. يعني انا اتذكر سنه من السنين برانش خذ ثالث ارنولد، وكان ينافس على لقب مستر اولمبيا. يعني كان مستر اولمبيا برانش لما مع جاي كتلر 2009.
او 2010، المهم كان يعني نفس الوضع الورداني، كان ينظلم ينظلم وبعدين هذا. يعني شوف الحكام يعني قاموا يمشون على طريقه يعني استراتيجيه يعني مختلفه، ماكو يعني شيء معين احنا نمشي عليه، يعني ماكو معين، في تحكيم مختلف، وكل ولايه فيها حكم ثاني، وكل حكم ثاني يحتاج، فماكو استراتيجيه ان احنا نمشي، ماكو قانون في هذه الرياضه. فعشان كذي الناس يعني ما ادري ايش قاعد يصير، بس بالاخير ان الحمد لله ان حققنا اللقب، وهذا اول انجاز في 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 التو 12 حق اللاعب احمد الورداني، وهو يعتبر المصري حاليا المصري اللي فاز في البروشو في تاهل. ده حقيقة حاجه تحسب له حقيقي، وحاجه تضاف طبعا للورداني وليك اكيد. يعني انت مين اللاعب جنبك، حد اعرفه؟ لا عندنا ما تعرف واحد من اصحابي. تمام، فكرت كابتن احمد عسكر او حد من الشباب. مبارك حق احمد عسكر، اخوي احمد، مبارك له في الانجاز. نيسن ورولي الاثنين، اول وثاني على ما اعتقد الاثنين. الحين احنا عندنا تقريبا اربع لاعبين عند عسكر متاهلين من الاولمبيا، وانا ما شاء الله حاليا خمس لاعبين متاهلين من الاولمبيا، يعني عندنا توتال تسع لاعبين متاهلين، وهذه السنه من اقوى السنين بالنسبه لي انا حق احمد. واتوقع ان الناس كلها عارفه وضع كورونا يعني بهدل الناس، فاحنا في الوضع هذا استغلينا طاقه وقوه وحولنا كل شيء الى انجاز كبير. نعم، يعني انا عايز نقول لك البطولات السنه دي قويه جدا جدا، ورغم ذلك انتوا تفوقتوا على نفسكم انت وعسكر. كلنا نبارك حق الورداني، ورداني موجود. كابتن ورداني ان شاء الله هنطلع ورداني دلوقتي معانا باذن الله، بس يكتب لنا بس كومنت كده اقول انا جاهز. ورداني يا عم بقول له اطلع خلاص دلوقتي بقى. هاتيك اشرف، في واحد اسمه لاعب يوسف جزائري، توني ادري انه جزائري. هذا يوسف يعني من سنين انا اشوفه يشارك وانسان مجتهد. يوسف انافه. ايه انا توني ادري انه جزائري، يعني مبروك، يستاهل هو الفوز. طبعا. وانا بس يعني عندي لاعب كان معه، الناس يمكن ما عرفوا قصدي، ان انا حطيت صوره انه هو المركز الاول يستاهل، بس في لاعب عندي خذ السادس، يعني ليش ما كان مركزه متقدم؟ فاحنا نبارك حق اللاعب واخواننا في الجزائر. والله روحك جميله يا عبد الله، وبنحييك على الروح الجميله ديت، ومبارك للشعب الجزائري كله. مشكله اللاعبين يفهمون هالشيء، وفي في ناس تغل ادبها وتتكلم كلام بديهي، فاحنا اكبر من هالمستوى ان شاء الله. ان شاء الله، لان احنا يوسف حقيقي من الابطال المميزين، وان شاء الله باذن الله هيكون ضيفنا في حلقه خلال الاسبوع القادم باذن الله. انا اتوقع هذا اللاعب الجزائري متاهل سنتين يمكن ورا بعض، سنتين، ولاعب مجتهد، وانا شفته في بطوله الكويت، ولكن ان 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 الفيزيك صار تحكيمها صعب، يعني الفيزيك صار تحكيمها صعب. يبون لاعب ناشف، نجيب لاعب ناشف، يبون لاعب حجم، نجيب لاعب حجم. ما تدري. نعم. كنا بلاك جاك، بلاك قرعه، انت وحظك. نعم، يعني انا بشوف ان لاعب مميز صعد العام الماضي، ولكن لم يحالفه الحظ، لانه كان والدته مريضه وكان والده مريض، فما سافرش، والسنه دي الحمد لله تاهل. بنبارك للشعب الجزائري هذا الانجاز العظيم، يعني تحياتنا ليهم. استاهلوا اخواننا من الجزائر، وان شاء الله نشوف المغرب وتونس من كل دول العرب يا رب. عبد الله، يعني ما شاء الله كابتن عسكر اربع لاعبين تاهلوا الاولمبيا، انت عندك خمس لاعبين تاهلوا الاولمبيا، يعني ما شاء الله تيم اكسجين مازال برضو هو التيم الاقوى. اشرف نعم. انا بوضع الكورونا حققت السنه هذه ثلاث ذهبيات في بطوله المحترفين، عندي ثلاث ذهبيات في سنه 2021، وان شاء الله بطوله ارنولد كلاسيك تكون الذهبيه الرابعه. يا رب ان شاء الله. ارنولد كلاسيك محترفين، مين اللي نازل عندك؟ عندي ويليام بوناك، عندي حكيم ويليام، وعندي جيسون رودريغيز. يا عيني عليك يا حبيب والديك، ايه الجمال ده؟ لا لا لا، ده انت فعلا يعني من الاطلق عليك كلمه الرسام. والله ما ادري، بس انا يمكن انت الوحيد اللي الحين تدري ان انا جهز ويليام بونات. طبعا انا ويليام بونات ساعدته في 2020 بطوله ارنولد كلاسيك، وانا نعم طايق في هالبطوله بسنتين على التوالي 2016 و2020، ساعدته في
نعم عبد الله، يعني بص خلينا بقى نخش على الاسئله الصعبه، يعني الاسئله اللي هي القويه شويه، اللي هي قويه في الفنيات، بعيد عن لان هم بيقول لك اشرف الحوفي ايه بيوقع الناس في غلط وحاجات كده، مش لا هنخش في الفنيات. عبد الله عندك يعني عندك الورداني و عبد الله مره تانيه، هيجي لنا عبد الله مره تانيه، هو انا ما اعرفش النت كان من عندي مين يا جماعه، كان من عندي ولا من عند عبد الله، بس الناس تقول لنا انا ما خدتش بالي النت، بس انا مش عارف والله. طيب خلينا هنجيب عبد الله تاني ان شاء الله، نحاول نجيب كابتن ورداني العريس بتاع الايام دي، يعني هو كابتن ورداني العريس بتاع الايام دي. صحيح والله ورداني بطل جميل وانا شفت فيه مجروحهم، ودايما انا لما بتكلم على الورداني بتكلم من الناحيه الفنيه، بعيد عن الاخويه وبعيد عن الصداقه الكلام ده كله، يعني بتكلم عن الناحيه الفنيه. هو الناحيه الفنيه راجل ما فيش كلام، ما تقدرش تقول يعني اي كلمه. طيب خلينا نشوف عبد الله، تقريبا احنا معانا كمان الكابتن او عبد الله، احنا معانا الكابتن شعبان كمان في اللايف، كابتن وردان، ومعانا قامات كتيره في اللايف. انا يا حبيبي النت من عندي ولا من عندك؟ انت طبعا بتجيب باقه على قدك يا عبد الله لان انت فقير يعني، انما انا عندي ثلاثه راوتر اعمل ايه يعني؟ عبد الله خلينا خلينا نخش على الاسئله الجامده شويه، يعني عندنا الورداني 212، انت عندك الورداني 212، وعندك كابتن عسكر عنده احمد اشكناني في 212، وعندنا من العرب كابتن كمال عبد السلام. انت شايف الثلاث ابطال ازاي؟ شايف الورداني مركزه في 212؟ صراحه انا اقول لك الحق، الابطال الثلاثه الابطال كل واحد فيهم يقدر يفوز في لقب مستر اولمبيا 100% صراحه. يعني انا مش عايز رد دبلوماسي، يعني عايز تقول لي يعني انت شايف امكانيات كل بطل ازاي في السنه دي؟ المنافسه جامده جدا، كمال شايفين المنافسه السنه دي، شون كلوريدا، كمال، ديريك راجع بمستوى قوي، الابطال، يعني انت كمال يعني هو اوريدي مستر اولمبيا. بالنسبه لاشكناني ورداني لازم يكونون اكثر تطور و بيكون قوي، فانا اتوقع انه ينافسون، لان ديريك في الاوف سيزون باقوى حالاته الحين، بس لما ينشف زياده تروح عنده عضلات وايد، فهذا الشيء الناس ما تعرفه. فالحين في وقت الحالي ديريك احسن لاعب، يبوا البطوله بيومين يتغير كل شيء، فاحنا ما انا اشوف ان شباب العرب عندهم حظ كبير يكونون موجودين في التوب 3. نعم يعني انت شايف ان لازم الورداني واشكناني يعني يشتغلوا اكتر. طيب احنا خلينا كابو الورداني موجود عند الاوقاف. نعم يا حبيبي سامعني؟ سامعك حبيبي، قول عبد الله يعني الورداني المرحله اللي فاتت خلاص، يعني شغلكم ايه للمرحله القادمه؟ يعني انت عارف المرحله اللي جايه الاصعب. بكون معك صريح، يعني بعيد عن الحياديه وعلى الكلام الدبلوماسي، انا يعني انا رايح مع الورداني، جهزت مع الورداني ان افوز في لقب مستر اولمبيا، مش يعني اروح توب 3. فانا يبي له صبر، وفي 8 اسابيع وان شاء الله ان كل شيء يتغير. بالنسبه للورداني هو مجتهد، يسمع الكلام 100%، انسان يعني يعطيك 100%، يعني ما يقصر ولا شيء، من ناحيه اذا طلبت منه صور تطلب منه صور زياده، هو تعبان كان يصور لي حتى برا الشارع عشان لا يعطيني صور. يعني الرجل يعني 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 على قولتهم 1000000%، وعنده اراده قويه وعنده جسم قوي، ولكن بس التايم مع بعض ان شاء الله يركبون، والتوفيق من رب العالمين، وانه راح يكون مستر اولمبيا يا رب. لكن انت توقعاتك ان شاء الله السنه دي يعني الورداني يدخل توب 6؟ توب 3 ان شاء الله باذن الله. توب 3؟ توب 3 يعني ايه الثقه الجامده دي؟
طب تري، لان يعني انا ادري الورداني انظلم، وانا عندي يقين ان سبحان الله بيعوضه شيء كبير، وانا متاكد. انت عارف يعني الثقه اللي انت بتقولها دي بتحيينا يعني، بالعكس تعرف. بالعكس بالعكس، طب اول شيء احنا الحين في عالم ثاني، ف احنا نبي نغير الرياضه، نخليها لرياضه تحدي، ورياضه تكون حلوه لها طعم. لما يكون في تحدي وفي منافسه شريفه راح يكون الرياضه وايد لها طعم، اما لما تكون رياضه بارده ما راح يصير لها طعم. فاحنا نحاول كثر ما نقدر. بالنسبه لي انا ان لازم الناس تعرف ان انا اخذ الرياضه بتحدي قوي وتحدي عنيف، عشان انا نعم اوصل الى ليفل وخطه، انا حاطه استراتيجيه. نعم عبد الله، شفت ازاي ماتش محمد شعبان اخر ماتش ليه وحسن مصطفى؟ يعني شفت الماتش ده ازاي؟ طب انا بقول لك، انا شفت شعبان اكثر، لان انا شعبان شفته اكثر من شعبان، يعني مجتهد جدا، انسان بطل تطور. يعني انا كنت اشوفه بالصور كنت اقول يعني في الصور تخدع، بس لما شفته بالحقيقه الرجل متطور تطور ما شاء الله قوي، وعنده جينات قويه، وعنده حظ حلو في اولمبيا انا متاكد. وفوق هذا ان قلت لك انا التحكيم ما ادري شنو يحبون، يعني في ناس تحب ابل، في ناس تحب اورنجوس، يعني في ناس تحب برتقاله، في ناس تحب تفاحه. فانت يعني اثنينهم حلوين، بس انت يعني ماكو قانون، لازم تحط قانون، لازم الاتحاد يحط قانون ان اللي يفوز لازم يكون عنده هذه الامكانيات. فاهم قصدي؟ ما يصير واحد عنده خمس عضلات مو موجوده بجسمه يفوز ياخذ الاول، وواحد عنده عضلات كامله ياخذ السادس. فاهم قصدي؟ فلازم يكون في قانون، يعني اكثر ما انه يكون الموضوع حيادي. نعم عبد الله، ايه اللي حصل لرولي؟ يعني ده مش رولي خالص، يعني احنا شايفين رولي دلوقتي رولي غير رولي يعني. يعني انا هذا السؤال لا تسالني اياه، لان انا يعني رولي اخوي وحبيبي وكل شيء، ولكن اسال المدرب عسكر، وعسكر انا اتوقع انه ما راح يقصر معاكم بهذا الرد وبهذا السؤال. نعم تمام. بس شفنا ولكن البطل في امور انا اعرفها عن رولي، ان رولي انه جهز تجهيز قصير، يعني 5 اسابيع لبطوله شيكاغو. 5 اسابيع بالنسبه حق رولي شيء يعني ولا شيء. فهذا الشيء اللي اعرفه. في امور ثانيه انا ما احب اتدخل فيها، لان لازم اخذ اذن المدرب، ولكن انا مو مدرب رولي، لازم المدرب هو مصرح ومخول يتكلم عنه. نعم شفنا معاك البطل الايراني اللي انت بتجهزه ده، طمنا على مستواه وتتوقع له بطل. ايه؟ البطل الايراني طبعا كان وزنه 99 كيلو، ما اعطوه الفيزا، راح كلا يمكن يومين صار وزنه 106، زاد يعني تقريبا يمكن 7 كيلو. بعدين انا تمام. قال لي طلعت الفيزا، نصحته نصيحه، وكان في مترجم بيننا، قلت له لا تنزل البطوله، لان انت اذا بتسوي سوالف في الحبوب وهذا فانت راح توصل لمرحله خطر. فانا نصيحتي العب كوريا، فهو عاند انه يلعب كوريا، يبي يلعب البطوله الايران اللي في اسبانيا. وكيفه هو، انا قلت حق المدرب اللي معاه اللي ساعده ويترجم له، قلت له انه راح يتحمل مسؤوليه نفسه، لان انا في مسجات بيني وبينه، وانا نصحت انه لا يلعب البطوله. هو لاعب اسبانيا ولا ما لعبش؟ لا يلعب بطوله واحده بس، المفروض يلعب الثانيه مو الاولى. تمام. لكن انت توقعاتك انه لاعب قوي جدا يعني، احنا بنشوفه حاجه لاعب قوي وعنده جينات قويه وعمره صغير، عمره 25 سنه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. كابتن عبد الله، يعني احنا شايفين ما شاء الله دلوقتي اكسجين فيها تيم كبير جدا، هل في دعم؟ يعني كنا بنشوف الاول تيم اكسجين، الاستاذ بدر بودي مع الفريق ورايحين، هل ده ما زال موجود ولا النهارده اصبح لا 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 موجود هالشيء، بس ب 2020 بدر ما كان كان بيسافر بس ما قدر يسافر لان بطوله وكورونا، فهون من السفر، فهذه المشكله. السنه هذه انا متاكد انه راح يكون اول موجودين. نعم. يعني خلينا اسالك السؤال التقليدي اللي احنا سالناه كتير قبل كده، برضو بعد ما شفت المستويات الاخيره كلها للبطولات اللي خلص الوزن المفتوح، توقعاتك ايه؟ شايف الوزن المفتوح ايه التوب 6 مثلا؟ يعني اتوقع يكون رامي، ويليام، براندن، واكيد هادي، ونيتن. اتوقع توب 6. مستبعد طبعا رولي، ومستبعد
في الهيس مستبعد الكلام ده، لا في الليل، لا في الليل ما راح يلعب، ما راح يلعب. في الهيس مش هيلعب. تمام، لكن شايف ان رامي عنده نسبة كبيرة انه يحافظ على اللقب. اكيد 100% لانه هو حامل اللقب، فهو اقوى واحد فيهم على المسرح في 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 المعنويه وال يعني. دائما انا لما كنت اجهز براند لما كان مو مستر اولمبيا، غير عن لما جهزته هو مستر اولمبيا، يعني انا كمدرب حاشني شعور ثاني، فما بالك اللاعب شنو يحوشه. تمام، والله بحييك يا عبد الله، انت يعني كمدرب فاهم وعندك وعي ما شاء الله عليك. يعني انت كل ماذا يا عبد الله ما شاء الله الثقافه عندك بتعلى قوي، يعني انا انا دلوقتي بقيت والله اكلم دكتور يعني. حبيبي يا قلب، انا والله صراحه اهم شيء عندي ان الورداني فاز، وانا فخور جدا بالورداني ان فاز، وفرحان له من القلب. نعم يعني حشتني ظروف الله يعلم فيها، ان انا شلون من داخل نعم ضايق ضايق، يعني انا ضايق نعم عشان شيء كبير، ان هذا يعني حرام ان يصير كذا. فانا كل فاز عبد الله وهم الورداني فاز. كلمنا عن الفترة القادمة للورداني، هل هيعمل معسكر في الكويت ولا هينزل مصر ولا ايه؟ شنو؟ الورداني هل هيبقى في معسكر قبل اولمبيا الفترة القادمة في الكويت ولا هيبقى بالكويت. ولا هتبداه ازاي؟ لا بالكويت ان شاء الله، ما راح ادها هالمرة. نعم. عبد الله يعني حقيقة انت طمني عن براندون، اخباره ايه ومستواه ايه دلوقتي، وهل هو بيتدرب معاك في الكويت ولا حاليا هو في امريكا؟ تلفوني كمل ايه؟ بقول لك حبيبي طمنا على براندون، هل هو في الكويت معاك بيجهز شفت؟ ولا هو موجود في امريكا؟ لا بالكويت معي براندن، وبراندن متطور ما شاء الله، تجهيز 100% والامور طيبه، وان شاء الله ان احنا قاعد نعطي 100% عشان نوصل حق الهدف ونعيد لقب السلام به. عبد الله احنا بنشكرك وبنقول لك مليون مبروك، انت مدرب كبير ومدرب عظيم حقيقي، يعني حبيبي مدرب شكرا بصماتك كل يوم بتبان، شغلك كل يوم بيبان حقيقي. حبيبي. بنحييك على فكرك العالم، نحيي اكسجين احنا كتيم وكمنظومة احترافية عالية. اتفضل حبيبي. نتمنى نشوف لاعبين عرب. يمكن في ناس كثير هاجموني ان انا ادرب امريكان، ولكن هذه قسمه ونصيب، يعني الله اعطاني نصيب ان اكون مستر اولمبيا لاعب امريكي. فانا بالاخير وبالاول لو حصل لي اي فرصه ادرب لاعب عربي، صدقني راح يوصل حق الحلم اللي يبيه وزياده. نفس ما انتم شفتوا يعني لاعبين كثير كانوا معاي من العرب، من الخليج، من السعوديه، الله يرحمه المغفور له فهد هزازي، سعد عماني، العزاز. هيثم، قطري، بحريني ممكن، ولا ايه يعني مصري كان فيزيك، والحين ما شاء الله مصري توتول. يعني انا قاعد اساعد بكثر الامكانيه اللي عندي وعند لاعبيني. فنتمنى انا ان اشوف يعني لاعبين عرب زياده في مسيره مستر اولمبيا، وان مسيرتي انا اللي ما راح اطول في المجال، اللي ما راح اقدر اعطي اكثر من انا اللي انا فيه. وانا ان شاء الله يعني يمكن تشوفني الحين باولمبيا السنه، ويمكن ما تشوفني السنه وراها، ولكن بالاخير ان اهم شيء بالرياضه، واهم شيء يكون اللقب والشيء الكبير، ان الانسان يكون محبوب عند الناس، ويكون عنده اخلاق عاليه، ويكون انسان محترم، نعم انه يكون انسان وصل رسالته بصوره جيده حق اخواننا ومجتمعنا بالوطن العربي. نعم سؤال بس قبل ما تخرج، يعني الورداني بيدفع لك بالدينار الكويتي ولا بالجنيه المصري ولا بالدولار الامريكي؟ لا يدفع لي بالجنيه المصري لانه اقوى. تحياتي لك يا عبد الله والله، ويعني عايز اقول لك انت وكابتن عسكر عاملين حاله جميله في العالم كله حقيقي، وانا متابع ده من خلال الاعلام، قدركم كبير عندنا وعند المصريين. عسكر يسالك يقول لك منو الاول؟ هو فين عسكر؟ موجود في اللايف دخله. طب قول له يدخل معايا لان ليه اسئله عندي. دخل عسكر يقدر. ابعت له، ابعت له وانا موجود معك دخله. طيب فين عسكر؟ انا مش شايف الاكونت بتاعه. موجود عسكر. طيب اهو ده الوقت. فين عسكر؟
لا مش شايف، معاك يا عسكر، يا عسكر ريت. احمد موجود دخله. مرة تانية عبد الله عايزين منك يعني دعم للبطل يوسف نافا اللي انت قلت طبعا في اول لايف، بس برضو الناس اللي ما حضرتش معانا اللايف يا جماعة، كابتن عبد الله كان معاه لاعب منافس مع يوسف الجزائري، ورغم ذلك هو بيبارك ليوسف وبيقول انه يستاهل ويستحق، وبارك للشعب الجزائري كله، وبارك لكل الناس اللي ورا يوسف. ليه يوسف عسكر سامعك يا حبيبي، قول لي. كلمة تانية للشعب الجزائري حبيبي تفضل. شعب جزائري، انا من عشاق، يمكن في ناس يمكن باللايف ما لحقوا علي كانوا صغار، انا من عشاق محمد عزيز الله يرحمه، كنت من عشاق محمد بن عزيز. يعني محمد بن عزيز على ايام مكاوي انور قوار، كان الحق على جيل ذهب. نعم، يعني انت تعرف حد في البادي بيلدينغ غير يوسف؟ يعني شفت يوسف كبطل فيزيك، شفت حد في البادي بيلدينغ عندهم شمس وعندهم فيصل اي والله صراحة ميهوبي؟ ما شفت لاعب صراحه للحين، ما شفت. شرفني اني اشوفهم. كابتن عسكر هتطلع معانا دقيقتين، ما تقوليش بقى بسوق، الراجل كان بيسوق وهو واقف. اطلع عسكر دقيقتين يلا قبل انزل. كان بيسوق عبد الله وركن على جنبه وطلع معايا. ما ينفعش ان انت ما تطلعش. طيب. يعني بنحيي الشعب الجزائري، بنحيي اي بطل عربي يا عبد الله، يا عبد الله بجد اي بطل عربي، هو بيشرف العرب، هو بيمثل العرب حقيقه يعني. يعني الجزائريين شعب جدا طالع الحين في كل المغاربه. تمام. طيب عسكر هنشوف انا اهو اهو هذا عسكر. عبد الله بنشكرك وبنحيي تيم اكسجين كله، بنحيي السيد بدر بودي، هذا الرجل القائم على المنظومه الاحترافيه الكبيره في اكسجين، بنحييه والله. ما شاء الله بقى عندكم دلوقتي موسوعه من الابطال، يعني تحياتي ليكم، ودايما هو في ظهركم وانا اعرف ده جيدا. يعني دائما احنا نقول الرياضه بالاساسيه، لكن اهم شيء الناس اللي عندها المحبه والناس اللي نعم. تحياتنا ليك يا عبد الله، وشرفتنا ونورتنا. ان شاء الله الكابتن عسكر، معرفش يا كابتن عسكر، انا بعت له طلب، بعت له طلب بقول اللي هو المفروض ان هو دلوقتي يقبل الطلب. طيب خلينا نشوف على ما يجي لنا كابتن عسكر، نشوف كابتن احمد الورداني حابب تسمع الورداني، حابب تسال الورداني تقول له ايه يا كابتن عبد الله؟ قول حق الورداني السؤال اللي هتساله الورداني من خلال اللايف بتاعي. تعال تعال الكويت بسرعه، وانت باذن الله حط في بالك شيء واحد، وانت راح قدها، وانت شيء يعني راح يعني راح يكون لك شيء كبير، حظ كبير، وراح يكون لك رزق. حط في بالك شيء واحد، تقدر تفوز، واجتهد وكمل اللي انت عليه، ولا تسمع كلام احد، واهم شيء من بعد الله مدربك. شكرا. سامعك. هو بيعزك واحنا كلنا بنعزك يا عبد الله والله. ورداني من الابطال المخلصين، من الابطال الرجاله بجد، من الناس اللي بتعرف قيمه الناس اللي بتقف معاه وبتدعمه وبتساعده، هو دايما يقول ده. شكرا ليك كابتن عبد الله العتيبي المدرب الكبير. حبيبي هم الناس ما ادري ليش الناس ما ادري ليش يتهاوشون باللايف، بس ما ادري يعني استانسوا مع بعض وتغشمروا وسالوا اسئله حلوه، ولكن الاشياء اللي قاعد تسوونها غلط، يعني هذه اشياء تينيجر حق اليهال. بص في بعض الناس يعني الواحد شويه يحط احترام حق امه وابوه، لان الام والابو تعبوا على تربيتك، فلا تطلعهم صوره. صحيح صحيح صحيح. تحياتنا ليك يا كابتن عبد الله، وانت مدرب كبير، يكفي ان احنا نعرف قدرك، الابطال تعرف قدرك، كلنا بنحبك يا عبد الله والله، كلنا بنحترمك ونقدرك كمدرب كبير ومدرب محترف. يا عم ده انت ما شاء الله معاك يعني 5 لاعبين في اولمبيا، يعني اللي زيك عسكر يطلع يتكلم. عسكر 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 هني قاعد ينافسني ولا
عسكر ما عنده اربع لاعبين بس، يعني ما ينب... لسه ما يقدرش ينافسك. بقول لك شيء، يعني انا واحمد، يعني انا دائما اقول هالكلام اللي قدام الناس من ورا، من اكثر انسان هو يساعدني في المجال. نعم ده حقيقة. انسان ظهري وانسان ما يفرق، وانسان يعني ما ابي اقول الكلمه، ان ان شاء الله كلنا رجال. ما تلاقي عسكر نسخه واحده طلعت، ما يطلع، يمكن حتى ما عنده واحد من يعني من عائلتهم كذي. هو الله سبحانه وتعالى يعني خلق الانسان وفرق، يعني هو يعني احسن من احسن الشخصيات، وممكن الاول والله حقيقة. نعم نعم انا شفت نعم بعيني شلون كان يوقف برداني وشلون يوقف مع رولي. يعني ورداني كان عنده قبل وللحين واقف معاه، حتى شعبان على المسرح يشجعه، يروح يقول له ادهن. يعني هو انسان يعني صراحه، يعني ان شاء الله الناس كلها تصير نفسه. احنا الكابتن عسكر يعني شهادتنا فيه مجروحة، وكل الناس يا اخي ده يعني ده مدرب الاخلاق كابتن عسكر. انا يا اشرف، انا وصلت، بس انا نعم اشوفك على خير حبيبي ومشكور على الغد. يلا حبيبي اتفضل، ونشوف هندخل معانا كابتن عسكر لو عنده وقت، او كابتن احمد الورداني ان شاء الله يكون معانا. كابتن عسكر عايزينك دقيقه، كابتن عسكر دقيقه بس نطمئن على البطل رولي ونبارك لك على نيسن. طيب خلينا لحد الكابتن عسكر، هو ممكن يكون مثلا راجل فعلا او راجل يتاخر علينا، وانا عايزين يا جماعه يبقى في احترام شويه، يعني الناس اللي داخله راجل محترم ومع بطل محترم وعمل انجاز مع الكابتن احمد الورداني، وتطلع الناس برضو تقول كومنتات مستفزه، يعني انا مش عارف ايه، يعني الناس يعني لسه في قله ادب وسفاله من بعض الناس. انا بصراحه والله العظيم بتكلم بجد، في بعض قله الادب والسفاله موجوده عند بعض الناس. راجل محترم، ولما بساله سؤال دلوقتي شايف مستر اولمبيا توب 6 زي قال رامي ويليام براندون، يعني حتى الراجل قال لاني رامي هو مستر اولمبيا. راجل بيتكلم كلام يعني فاهم، اما تلاقي هناك معاك ناس سفله وقليله الادب تطلع تكتب كومنتات وتتكلم على الراجل او تتكلم، يعني انا بشوف يا جماعه ده راجل عبد الله العتيبي، ده راجل مدرب محترف على اعلى مستوى. راجل النهارده عنده 5 لاعبين متاهلين لاولمبيا. لازم نحترم الناس اللي موجودين معانا، لازم نحترم الناس الضيوف اللي موجوده معانا. انت مش عاجبك ما تدخلش تعلق، مش عاجبك اللايف بتاعنا امشي يا سيدي ما تحضرهوش اساسا، لكن احنا اللايف بتاعنا لايف اعلامي، لازم نتكلم مع المدربين اللي بيشرفونا، مع الابطال اللي بيشرفونا في الوطن العربي كله. لكن يعني ما زال في ناس للاسف السفاله وقله الادب متوفره عندهم، ما تعرفش ليه. مش عايزين يبقوا محترمين، في ناس في واحد كده تلاقيه مش محترم، لازم يدخل يقلل من احترامه قدام الناس. تتفق تختلف معايا اتفرج او امشي. لكن مدرب زي كابتن عبد الله العتيبي راجل ثابت وجوده، عنده بطل مستر اولمبيا براندون، عنده ابطال كتير. كابتن احمد الورداني حاليا 212، الراجل كلنا فرحانين ونقول يا ورداني يا ورداني يا ورداني. طيب يعني انت شايف ان ورداني احترمنا، احترم اللايف بتاعنا، لكن في ناس للاسف هي اتعودت على السفاله وقله الادب، ما تعرفش غير كده. لكن خلينا نقول لحضراتكم، احنا طبعا ان شاء الله هنحاول نجيب يوسف نابل البطل الجزائري الجميل ان شاء الله اللي شرفنا في اسبانيا في الفيزيك، وده بطل جميل جدا جدا بنحييه والله، بنحيي يعني الشعب الجزائري، وبنحيي جولدن بودي والكابتن مصعب عبد الواحد ووهبي ورابع كل لا انا مش هقفل الاخ اللي بيقول لي الكابتن محمود اللي بيقول لي اقفل كومنت، لا ما اقفلش، انا بشوف كومنتات، لكن هو كل واحد بيدل على بيئته. لما واحد بيدخل يقول لفظ او يتكلم ده بيدل على البيئه بتاعته، لكن هو لو واقف قدام مني كده وراجل حاجه يشتم او قدام اي حد من الابطال هيقعد يتكلم، هتلاقيه قاعد زي الجزمه او واقف زي الكلب مش عارف يتكلم، بيتكلم بصراحه، لكن هو اتكلم من ورا الكواليس عشان عارف ان محدش عارف يجيبه. وللاسف ما اعرفش، يعني انتوا النهارده عندنا لازم نحترم مدربينا ولازم نحترم ابطالنا ولازم نحترم كل الناس اللي بتفرحنا وبتسعدنا، احنا بنحب كمال اجسام وبنعشق كمال اجسام.
فعشان بنحب كمال اجسام فبنجيب ابطال كمال اجسام، بنجيب مدربين كمال اجسام، نجيب الناس اللي هي في المجال اللي هي بتفرحنا. لكن للاسف كل الناس اللي تتكلم من بعيد دي، يعني انا ساعات واحد يدخل يشتمني واشتمني على الخاص والله، ويشتمني على الفيسبوك مثلا، قلت له طب انت يعني لو ذكر هتقعد تشتمني وش الوش كده؟ مش هتقدر، لان انت جبان او تدخل تشتمني. لكن انت لو راجل قول لي انتقد، انتقد في كذا 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 راجل. احنا عارفين بره يا جماعه ان السوشيال ميديا فيها يعني فيها شو شويه، يعني ممكن اجي قبل الماتش انا شايف ان الورداني ده مثلا مش هيكسب وحاجات كده يعني، وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وانا اللعيب بتاعي هيكسبه في كذا كذا. في شو بيتعمل ميديا قبل البطولات عشان المشاهده والناس والتفاعل والحاجات اللطيفه الظريفه اللي احنا مات. الشغل السينمائي، شغل المصارعه اللي احنا بنشوفه ده. لكن الناس مش فاهمه ده. لكن الراجل لما بتكلم فنيا دلوقتي، كابتن عبد الله العتيبي، الراجل لما بتكلم فنيا دلوقتي قال لك انا شايف التوب 6 ان رامي ده بطل مستر اولمبيا. لا، انا شايف رامي اقوى واحد فيهم. وهو عنده ايه؟ ده عنده خمسه هيلعبوا اولمبيا. عبد الله العتيبي عنده خمس لاعبين. يعني في مدربين عره كتير يقعدوا يتكلموا وينتقدوا وهو ما عندوش لاعب صعد لاولمبيا. لا، مدربين عره وانتوا عارفين، انا اول مره تطلع مني الكلام ده. وينتقدوا، وفي لاعب عره يقعد ينتقد وهو ما صعدش الاولمبيا. يقول لك اصلا اللاعب ده عنده مش عارف ميه فين، اصلا حسن مصطفى مش عارف ايه، اصلا الورداني فين، اصلا محمد شعب هو لاعب. انا بسمع ده. طب اطلع يعني اعمل زي البطل ده، جرب الظروف. يعني لسه الكابتن كابتن عبد الله دلوقتي بيقول لك ورداني قاعد في فندق وظروفه ودنيته، في حاجات كتيره مش عايزين نتكلم فيها، لكن احنا عارفين ظروف الورداني ومر بايه. نفس الناس اللي انتقدت الورداني لما عيني راح عشان بس يفعل الفيزا السنه اللي فاتت وخد مش عارف مركز كام، انا مش متذكر المركز، هي نفس الناس اللي النهارده عامله بوستات الورداني ويا ورد الجناين ويا ورد الحديقه وحاجات كتيره كده. لكن عندنا عبد الله العتيبي مدرب عربي نفتخر بيه ونرفع له القبعه. ما خدش من عبد الله حاجه على فكره. احمد عسكر مدرب اغلب الابطال المصريين مع احمد عسكر والابطال العرب نقدره. عندنا مدربين مصريين على دماغي ونرفع لهم قبعه ونشيد بيهم، مدربين عرب في الجزائر مدربين، وفي كل بلد فيها مدربين وفيها ابطال بنشيد بيهم. هو ده دور الاعلام، هو الاعلام بره والميديا متقدمه للابطال الاجانب، وده بيأثر في النتيجه في البطولات المحترفين. عشان بس في ناس ما تفهمش تفهم ده، في ناس كتيره معانا فاهمه، بس في ناس كتيره ما تفهمش ان الميديا بره الحكام وشركات السبونسر وكلام من ده، النتيجه بتتحط على اغلبها بنشوف الميديا. احنا نقعد نشتم في بعض ونقلل من بعض، نقلل من لاعبينا، وده اللي احنا شاطرين فيه. تلاقي البطل بره عنده مليون متابع، ويا عين البطل عندنا عنده مثلا 100,000 200,000 300,000. ايه دول؟ ايوه دول مين؟ قد ايه دول؟ لو بصيت لي كمال اجسام في الوطن العربي هتلاقيها مش عارف اكتر من 50 60 مليون او 100 مليون مثلا. ما بهونش عليك تدخل البطل ده تعمل له لايك او كومنت او اي حاجه او اي دعم من ناحيتك. لكن احنا شاطرين ان احنا نقلل من بعض ونقلل من الفوز ونقلل من الشغل بتاعنا. تلاقي مدرب عره يقعد يتكلم يقول لك اصلا مش عارف ايه. لا، لما النهارده في نجاح للمدربين العرب لازم نشيد بيهم. في ناس موجوده لازم نشيد بيها. هو ده دور الاعلام. هو ده دورنا كعرب. نفتخر بهؤلاء المدربين وهؤلاء الابطال. ايه يا جماعه؟ احنا كنا بنيجي نتصور جنب المحترفين وجنب الناس ديت. النهارده عندنا في الوطن العربي ابطال محترفين وعندنا مدربين على اعلى مستوى. ليه ما نشيدش بيهم وليه ما نحترمهمش؟ انا ما باخدش من حد حاجه والله العظيم. ولا حد، بس هو ده دور الاعلام. الاعلام كده. لكن تبص تلاقي للاسف الشديد
ناس تدخل تكتب كومنت براجل الضيف معاك راجل محترم وبنتكلم كلام محترم، لكن تدخل تشوف السفاله وقله الادب في الكومنتات. انا ما اعرفش مين الناس دي. انت ممكن تلاقي صفحتي انا كعشرة في الحكم، معلش فانزي، بس انا معايا الشخصيات القيمه في الوطن العربي اللي بتتفرج على عشرة في الحكم. لكن ممكن تروح واحد على يعني بيعمل شويه هاري كده على السوشيال ميديا عنده مثلا 300 400 الف مثلا على الانستجرام. ليه؟ اغلب متابعينه من الهالس اللي انتم بتشوفوه ده. شويه عيال كده ملهاش اي مصدر ولا اي مكان وتلاقي كده. لكن النهارده انا بفضل الله صفحتي على الفيسبوك عشان كنت بعمل على اعلام وشغال عليها وعلى مليون. يعني انا النهارده من امبارح لحد النهارده تعديت المليون بفضل الله على صفحتي على الفيسبوك. بس لقيت اغلب الابطال في الوطن العربي على الانستجرام، قلت لازم اعمل توازن ما بين الفيسبوك وما بين الانستجرام. فانا بعمل اعلام لكل الوطن العربي. اللي يدخل يا جماعه يعني دي كلمه مني. اللي يدخل معانا في اللايف يحترم هذه القامات على دماغي، ما احترمش يمشي. غرف 60 داهيه مش عايزين يشوفوا معانا في اللايف. لكن ما حدش يقلل من قيمه الضيف معانا في اللايف. قيمه الضيف اللي معانا في اللايف ده قدره كبير عندي جدا. لان انا افهم قدر هؤلاء الناس لان انا واحد منهم. كنت بلعب وبطولات وعارف قيمه الناس دي وحاسس بيهم وحاسس بمجهودهم. كنا بنعاني عشان نلاقي مدرب النهارده. اغلب الابطال النهارده لما اتصل بالكابتن احمد عسكر اقول له حبيبي تحت امرك. ما باخدش مقابل. النهارده كذا عبد الله العتيبي. ابطال مدربين كتير والله يا جماعه. لكن ان النهارده ندخل يعني الراجل النهارده عبد الله العتيبي البطل يعني المدرب المحترم ده، انا بقول مدرب محترم وعلى مسؤوليتي وعلى دماغي وهذا فعلا له كل الاحترام وكل التقدير. اني اول ما بدا حديثه اتكلم عن البطل يوسف نافع بطل الجزائر رغم انه كسب لعيب من عند عبد الله البسي، انا بحييه وبقول له الف مبروك وده للمره الثانيه ان يصعد لاولمبيا ببارك الشعب الجزائري. واللايف موجود وانا هحفظه وراجعوا اللايف من بدايته، وراجعوا اللايف اتكلم عن التوب 6 في الوزن المفتوح ازاي، وراجعوا اللايف واتكلم عن الابطال العرب احمد اشكناني وكمال عبد السلام ووردان زي قال كمال بطل مستر اولمبيا. لكن لازم الوردان واشكناني يجتهدوا. إيه ليه احنا ما بنشوفش ده؟ يعني في ناس للاسف انا مش متعود يا جماعه ادخل لان انا اعلام ما بدخلش اعمل بلوك لحد ولا بحذف كومنت لحد حتى على صفحتي لان انت اعلام هذا رايه وهذا يدل على بيئته ويدل على شخصيته. احنا مش كل واحد هيدخل يكتب كومنت هحذفه، لا مش القصه دي عندي. انا مش فاضل للهاري ده اساسا، ما عنديش وقت والله اساسا ما عنديش وقت. لكن خلينا نشيد بالدور العظيم اللي عمله الكابتن عبد الله العتيبي ان هو كان ضيفنا النهارده مع الكابتن احمد الورداني، وان الورداني من زمان يستحق هذه المكانه، من زمان يستحق ان يكون على ستيج اولمبيا، ده بشهاده الابطال والمحترفين والعظماء في اللعبه. وعندنا ما شاء الله السنه دي من الابطال العرب في اولمبيا سواء في ال 212 او في الوزن المفتوح كتير جدا ان شاء الله هيفرحونا، ان شاء الله هيمتعونا، وان شاء الله هنعمل لايفات تكسر الدنيا. انا طبعا الكومنتات بتجري بسرعه فمش واخد بالك مش واخد بالي. والله انا يا جماعه مش موضوع الكومنتات. طيب خلينا نشوف مين معانا عايز، مش عارف كابتن ورداني معانا ولا مشي ولا راح فين. كابتن عسكر موجود ولا مشي؟ احنا كنا بس عايزين نطمئن ان الكابتن عسكر ونبارك له على يعني الكابتن عسكر عنده البطل نسم مكسر الدنيا في البطوله اللي فاتت في اسبانيا. تحياتنا ليه والله الكابتن احمد عسكر كمدرب قدير ومدرب محترف ومدرب حقيقي يعني له صدى عند العالم كله. العالم كله بيتغنى بحاجه اسمها احمد عسكر. حقيقي والله لاخلاقياته وراجل مدرب كل المقاييس. هكذا كابتن عبد الله العتيبي اللي النهارده ما شاء الله عنده خمسه ما شاء الله في اولمبيا. يعني بنفتخر بيهم، نفتخر بكيان اكسجين
كيان اكسجين، هذه المنظومه الاحترافيه، هذه المنظومه العالميه اللي عملت اثر في العالم، في الشرق الاوسط كله، بل في العالم كله. خلينا نحييها ونحيي كل القائمين عليها، من اول السيد بدر بودي هذا الرجل الى اصغر واحد في اكسجين. احنا النهارده بنقول عندنا في مصر كوسكواب منظومه جميله، وبنحيي السيد اسلام قرطان على هذه المنظومه، وبنقول له اجتهد وداعم لاعبين وداعم ابطال، بنحييه وكلنا في ظهره، كلنا بنحيي هذا الرجل على دعمه للابطال المحترفين، وعنده محمد شعبان وحسن مصطفى في المحترفين، واحمد عبد الجليل، واحمد ابطال كتير يعني ما شاء الله، نحييهم في بطوله اولمبيا ان شاء الله في مصر في اكتوبر القادم. هتكون بطوله لا اروع ولا اجمل، وتنظيم على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. هذا الرجل داعم للابطال وداعم للشباب في مصر، بنحييه. هكذا في الكويت لما يكون فيه تيم زي اكسجين بنحييهم، انهم ناس لا مبقصروش في حد. في الجزائر جولدن بودي وعندهم تيم قوي جدا جدا، بنحييهم، اللي منهم يوسف نابا وجلال وشمس وابطال كتير، بنحييهم حقيقي يعني. يعني طيب احنا المفروض يعني تحياتي لكل الناس اللي كانت معانا، انا المفروض عندي لايف على الفيسبوك مع بطل جميل مكسر الدنيا في روسيا في الفيزيك، هيكون ضيفنا الساعه 9 ان شاء الله على الفيسبوك باذن الله. وزي ما قلت لكم انا داعم لكل الابطال العرب، يعني انا داعم لكل كل بطل عربي، كل مدرب عربي، كل حكم عربي، كل شخصيه عربيه في مجالنا انا داعم ليها. وان شاء الله باذن الله هنكون احنا دايما الاعلام اللي في ظهر اللاعبين. وصفحتي دي من صفحه اشرف الحب، دي صفحه الاعلام لكل الناس في الوطن العربي كله. ان شاء الله كل يوم تشوفوا معانا شخصيه جديده، تشوفوا بطل جديد، تشوفوا مدرب معانا، كل الشخصيات في مجالنا ان شاء الله تشوفوا معانا. تحياتي لكم وشكرا على المتابعه، وان شاء الله انتظرونا في لايفات اخرى ان شاء الله. هجيب لكم الكابتن ورداني باذن الله معانا في لايف ان شاء الله، هنجيب لكم يوسف نابا ان شاء الله معانا في لايف باذن الله خلال الايام ديت. وعندنا لايف قوي جدا بكره ان شاء الله على الانستجرام مع المدير التنفيذي للاتحاد السعودي، وفي بطوله يا جماعه في السعوديه ام بي سي ان شاء الله في شهر واحد هنتكلم عنها، ولازم تحضروا اللايف ده لاني هيكون في تفاصيل كتيره جدا جدا باذن الله، وهتشوفهم كل القامات العربيه معانا في اللايف بتاعنا باذن الله. شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعه، وانتظرونا في لايفات اخرى باذن الله. ان شاء الله نجيب لك يا حمزه كابتن جورج فرح باذن الله، هكون معانا في لايف باذن الله. وكل الجزائريين بوعدكم يوسف انافا ان شاء الله هيكون معانا في لايف قوي باذن الله، وهتشوفوا معانا كل الابطال الجزائريين وكل الابطال العرب، وهيكونوا معانا في لايفات حتى الابطال العراقيين هتتعرفوا عليهم وتشوفوهم معانا في اللايفات بتاعتنا باذن الله. تحياتي ليكم. وكابتن كمال جرجان ان شاء الله يكون معانا في لايف باذن الله. شكرا ليكم، وعايزين كل الناس اللي معانا في اللايف تدخل تدعم الصفحه بتاعتنا ان شاء الله، لان هتشوفوا عليها كل القامات العربيه باذن الله. كابتن بودي من المدربين العمالقه في مصر، تحياتنا ليه ان شاء الله. كل الاسماء اللي انتم بتقولوا عليها تحت امركم ان شاء الله تكون معانا، موجوده معانا في لايفات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.